اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلينا نروح لاخبار النادي الاهلي. موسيماني يحاضر لاعبي الفريق استعدادا لمباراه الاسماعيلي. دايما زي ما قلت لحضراتكم الخبر ده بيبقى متواجد لانه دي طريقه تحفيز موسيماني لكل اللاعبين ايه اللي هيعملوه خلال المباراه القادمه، سواء بان هو يتكلم عن النادي الاسماعيلي او يتكلم عن طريقه اللعب اللي هيلعب بيها النادي الاهلي خلال المباريات القادمه. ايضا النجم الكبير كابتن وليد سليمان بيغادر المستشفى، وطمنا على الكابتن وليد سليمان من الكابتن سيد عبد الحفيظ في المكالمه في الانترو. وعايز اقول لحضراتكم ان وليد الحمد لله زي الفل، وكان تعبان شويه الحقيقه وما كانش قادر يتكلم، ولكن الحمد لله هو زي الفل، وبقى النهارده الحمد لله من شويه اتكلمنا معاه ووصلنا ان احنا عرفنا ان هو زي الفل وكله تمام، وزي ما سمعنا من الكابتن سيد عبد الحفيظ ان شاء الله بكره او بعده على حسب بقى ما يقرر الدكتور احمد ابو عبله يكون متواجد في التمرين ويطمن عليه كل جمهور النادي الاهلي. وليد من الناس كلها بتحب وليد سليمان زي ما بتحب كل لعيبه النادي الاهلي. ايضا وليد سليمان نفسه بيطمئن الجماهير الاهلي بعد خروجه، بيقول انا الحمد لله كويس من خلال الفيسبوك قال هذا الكلام. والكابتن مستر بيتسو موسيماني قال لوليد سليمان اتمنى لك الشفاء العاجل، وزي ما قلت لحضراتكم الحمد لله كل الامور زي الفل. وليد سليمان يظل دائما في قلوب كل الاهلاويه الحقيقه، وخصوصا قد ايه الناس كانت امبارح يعني زعلانه جدا على اللي حصل في ظل التالق الواضح ووجوده في الملعب لاول مره منذ فتره طويله ان هو يبدا المباراه، لكن وليد سليمان اداه وقدود، وان شاء الله بكره يكون او بعده بالكثير ان شاء الله يكون متواجد ومتاح ان شاء الله لمباراه النادي الاسماعيلي.